أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم. نناقش في هذه الحلقة موضوع مهم، وهو موضوع حياة ما بعد الموت. نسميه حياة ما بعد الأرض، نسميه أيضا حياة ما بعد البعد الثالث. هو في الحقيقة ليس هناك موت، ولكن الإنسان يتنقل من حياة إلى حياة. نقرأ هنا، نقول إن هذا الكون الذي نعيش فيه لا تتصوره بعدا واحدا. الكون في حقيقته يتكون من الأكوان التي تتكون من الأبعاد الغير منتهية. نحن الآن في هذا الكون لا نتصوره إنه كون واحد أو الكون الأرضي، وإننا نعيش هذه الحياة مرة واحدة وبعد ذلك ينتهي كل شيء. الكون الذي نعيش فيه هو مجموعة من الأكوان الغير منتهية، والتي تتكون من الأبعاد الغير منتهية. هناك أبعاد غير منظورة للحواس الخمسة، للعقل الواعي. الآن نحن نتكلم ونحن نعيش هنا على كوكب الأرض، ونحن نتفاعل مع الأشياء في كوكب الأرض. هناك أكوان أخرى وكواكب أخرى غير منظورة، وأشياء أخرى وكائنات أخرى معنا تتفاعل معنا، ولديهم حياة. هذه الكائنات لديهم حياة، لديهم قوانين، ولديهم أفكار، ولديهم خطط ومشاريع. نحن كوننا هو الكون الغير محدود في كل شيء. نعم، في كل شيء. هذا الكون فيه كثير كثير من الأمور، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يستوعبها ولا يستطيع أن يدركها. ونقول والبشر هنا على كوكب الأرض لا يمثلون إلا الصف زيرو. نعم، المدرسة على كوكب الأرض، نحن نعيش على كوكب الأرض في مدرسة. هذه المدرسة لا تمثل إلا الصف زيرو من ملايين الصفوف المدرسية التي ينتقل إليها الإنسان في أنحاء الكون، يتعلم الحكمة، يكسب خبرة حول الكون، ويتعلم أن يحب أكثر نفسه، ويحب أكثر الكائنات الأخرى، ويحب أكثر إلهه الذي خلقه. فالأرض، الصف الذي نحن فيه ونحن نعيش على كوكب الأرض، هو الصف زيرو، خبرات جدا قليلة. الإنسان يعتقد بالحواس الخمسة، بالعالم الأرضي فقط، صراعات طائفية، دينية، سياسية، اجتماعية، مجاعات، حروب، هناك انفعالات سلبية ما بين البشر، الكره، الحقد، التنافس التجاري، التنافس السياسي. فتردد الأرض تردد ثقيل جدا 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 مقارنة بالترددات النقية والموجودة في بقية الترددات الكونية الموجودة في الأكوان الأخرى. فنحن هنا على كوكب الأرض، يعني الصف زيرو، نبدأ نتعلم. نتعلم ماذا؟ نتعلم أساسيات الحكمة، نتعلم أساسيات كيف نحب بعضنا البعض الآخر، تعلم من البداية. الشيء المهم الذي نريد أن نقوله، وهو المهمة الصعبة التي يواجهها الإنسان على كوكب الأرض، هي كيفية الإدارة والسيطرة على عواطفه. هذا ما تقوله المفكرة الرائعة وعالمة الميتافيزيكس الرائعة دولوريس كانون. نكرر ما تقوله: المهمة الصعبة التي يواجهها الإنسان على كوكب الأرض هي كيفية الإدارة والسيطرة على عواطفه. كيف تدير وتسيطر على مشاعر الخوف، مشاعر القلق، مشاعر التعب، مشاعر التردد، مشاعر الكره؟ هذه مهمة صعبة يواجهها كل إنسان، والجنس البشري يعني على العموم، الجنس البشري
المسؤولية الأهم في حياته الجنس البشري هو كيف يدير عواطفه، لأن عن طريق العواطف يتكون السلوك، وعن طريق السلوك تتكون الخطط، وعن طريق يعني هذه الخطط والمشاريع طبعا تتكون الحياة. فلو كان إدارته وسيطرته على عواطفه ضعيف، فبالتالي سوف تحدث مشاكل نفسية، مشاكل دينية، مشاكل اقتصادية، وهذا الذي يحدث على كوكب الأرض. لماذا الإنسان يعاني على كوكب الأرض؟ لأنه يجد صعوبة في أن يسيطر على عواطفه ويديرها إدارة صحيحة. يجب أن نعرف أخواني وأخواتي أن كل الذي نفكر فيه وكل الذي نعتقد به، كل الذي نفكر فيه وكل الذي نعتقد به وكل الذي نحس به وكل الذي نقوله وكل الذي نلمسه وكل الذي نتلامس معه، كل هذه تتحول وآنيا إلى أمواج، وهذه الأمواج تكون شخصيتك، تكون حياتك. كل شيء تتعامل معه، كل شيء تعتقد به، كل شيء تراه، كل شيء تتكلم حوله، تكره، تغضب، تحزن، تكره، تغضب، تحزن، تحب، تفرح، تشعر بالارتياح، تشعر بالاسترخاء، تشعر بالضجر، تشعر بالقلق، تشعر بالخوف. كل هذه طاقة، الكون هو طاقة، وأما تكون هذه الطاقة طاقة إيجابية تفيدك أو تكون طاقة سلبية تضرك. فإذا عن طريق هذه الطاقات التي نجمعها ونحن نعيش على كوكب الأرض تتكون حياتنا. ماذا يحدث الآن عندما نغادر كوكب الأرض؟ وهذه 5 أمثلة أمامكم، سوف أيضا يعني نوضح ماذا يحدث للإنسان الذي يعاني من الطاقة السلبية وهو كان موجودا على الأرض ورحل من كوكب الأرض، ماذا يحدث له؟ فالمثال الأول أمامكم، شخص هذا في كوكب الأرض، هو الآن يعيش في كوكب الأرض، يعني هؤلاء 5 أشخاص كل شخص لديه قصة. ماذا سوف يحدث لكل شخص عندما يغادر كوكب الأرض وهو لديه الطاقة السلبية أو جمع الطاقة السلبية؟ فهنا أنا، هنا الشخص الأول، لاحظ، شخص، نقرأ، شخص فقد عزيزا عليه، فقد أخوه، فقد أبوه، فقد أقرباءه، وهذا الشخص بعد أن فقد عزيزا عليه يقضي سنوات عمره حزينا على فراقه. فتحدث كثيرا أشخاص يفقدون أعزاء عليهم، ولكن نرى الشخص الذي فقد، يعني هذا الإنسان العزيز عليه يعيش سنوات عمره يبكي عليه ويتذكر يعني الحياة التي عاشها معه، ربما يقوم في كل ليلة يعني بجلب صوره ويبكي ويرى الصورة ويتحدث معه، ربما يجلب ملابسه يشمها ويبكي، يبكي، تحدث هذه، يعني هذا الشخص يجمع الطاقة السلبية، لأننا قلنا ونقول أن الكون، يعني دعونا نعبر بهذا المصطلح، الكون ماكنة لتجميع الطاقة الإيجابية والسلبية، ماكنة لتجميع الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، يسجل الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. فهذا الشخص يترك كل شيء ويبكي ويحزن ويتألم على فراق هذا يعني أخوه أو أبوه أو أخته أو صديقه، ويقضي سنوات عمره حزينا على فراقه وينعزل من العالم ويعيش في الخوف ويعيش في الحزن ويعيش في الضجر والقلق ويتذكر دائما هذا الشخص. فهنا
ما بعد الأرض أخواني وأخواتي، هناك محطات تسمى بالمحطات السلبية، محطات تسمى بالمحطات السلبية، وفيها أيضا ترددات. يعني كما ترون هناك التردد ناقص واحد، لاحظ، حياة، حياة لكنها نوعا ما سلبية، تسمى بالمحطات السلبية. ممكن تكون قسم منها مشابهة لطبيعة الأرض، فناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة. فهذا الشخص الحزين والذي فقد أحد أقربائه أو أحد أخوته يصعد ويعيش في المحطة ناقص واحد. هنا لاحظ هذا الشخص ناقص واحد، وهذه ناقص واحد تردداتها خفيفة، ولكن هذا الشخص يعيش في هذه المحطة التي تردداتها خفيفة عن طريق العزلة أيضا، عن طريق العزلة أيضا، يعيش منعزل ويعيش يعني يحب العزلة. وهناك قصص نريد أن نذكرها، وهذه القصص حقيقة يعني تعطينا دروس. أحد القصص التي يذكرها، دعونا نريكم هذا الشيء، أحد القصص التي يذكرها الكاتب الرائع ويليام بولمان في كتابه Out of Body Experience، سفر الروح والعيش في البعد الرابع. اسم الكاتب ويليام بولمان، واسم الكتاب Adventures in the Afterlife. Adventures in the Afterlife بمعنى Out of Body Experience. وهذا الكاتب قضى سنوات طويلة يبحث يعني في أمور ما بعد الموت، وهو نفسه سافر إلى حياة ما بعد الحياة الأرضية، والتقى بالناس، نعم التقى بالناس، الذين قسم من الناس يعني الذين يعيشون في الأبعاد الأخرى غير البعد الثالث. فيصف حالة نريد أن نذكرها لكم من يعني هذا الكتاب Out of Body Experience. فيصف حاله أنه تمشى، هو هذا المؤلف نفسه تمشى في المحطة، دعونا نسميها ناقص واحد، ورأى فتاة أو سيدة وتحمل يعني هكذا تحمل على صدرها شيء معين، وتضحك معه وتغني معه هكذا يعني. فالذي يظن عندما يراها أن هذا الذي تحمله أمام صدرها طفل، فهو اقترب، المؤلف اقترب من هذه السيدة ويعني تكلم معها، ولكنه عندما رأى الشيء الذي في حضنها أو يعني أمام صدرها، رأى مجموعة من الحجر، مجموعة من الحجر، وهي تعتقد هذه السيدة أنه هو هذا طفلها. لاحظ أن هذا هو طفلها، ولكن هي في الحقيقة تحمل حجر وتغني ويعني تضحك مع هذا الحجر، تظن أنه هو هذا طفلها. فعندما قال لها أن هذا ليس يعني طفلك، لكن قال لها بكلام يعني فيه رقة، فعندما قال لها أنه هذا ليس أساسا طفل، يعني أنا أرى أنه هذا حجر، فهي نوعا ما غضبت وقالت كيف تقول هذا طفلي أنا أحبه، وتركته وغادرت. في هذا الكتاب موجود هذه القصة. فهذا هو الإنسان الذي يعيش، لاحظ، في الترددات السلبية. وفي هذا المثال يعني هذا الشخص الذي فقد عزيزا عليه، لأنه جمع على كوكب الأرض هذه الطاقة السلبية، كل الذي يجمعه الإنسان الوعي، يكون الوعي، يعني الأفكار تكون الوعي، تكون الشخصية، فهو يأخذها معه. فلأنها هذه السيدة عاشت حياة الحزن على فراق طفلها، ربما فقدت طفلها في حادث معين، واستمرت تعيش يعني معاناة الحزن على فراق طفلها، فعندما انتقلت إلى
ما بعد الأرض إلى التردد ناقص واحد، فاستمرت تعتقد أن طفلها موجود، وتعتقد أن هذه الحجارة هي طفلها، يعني هي لا تريد أن تفارق أو تنفصل من البعد السلبي، لا تريد أن تفارق أو تنفصل من البعد السلبي وتسافر إلى الأبعاد الإيجابية التي تسمى في الدين الجنة، وضحناها يعني في فيديوهات أخرى ممكن أن تراجعها. فالتفكير السلبي يولد العواطف السلبية، وهذه العواطف السلبية تبقيك في نفس الترددات عندما تنتقل إلى حياة أخرى، يعني تنتقل إلى حياة أخرى على كوكب آخر، ولكنك تحمل معك الفكر السلبي أو الطاقة السلبية. ماذا ينبغي على الإنسان أن يعمل أو يفعل عندما يتعرض لحادث مثلا مؤسف كفراق شخص؟ هنا هذا الشخص ممكن أن يحزن عليه، ممكن أن يحزن عليه، ممكن أن يتذكره، مسألة طبيعية جدا، سنة سنتين يتفاعل مع هذا الموقف، ولكن يجب أن ينفصل عن البقاء في الموقف السلبي، يجب أن ينفصل، ويجب أن يبدأ بناء طاقة إيجابية، أي حياة إيجابية جديدة، ويجب أن يعرف أن هذا الشخص الذي فقده هو موجود في أكوان أخرى وسعيد أيضا، موجود في أكوان أخرى وسعيد أيضا، وليس هناك مشكلة يتعرض لها هذا الإنسان، يعني الشخص الذي فقد شخص آخر، فالشخص المفقود لا يعاني من مشكلة في الأبعاد الأخرى، وإنما هو يعيش حياة. فيجب على الإنسان أنه لا يستمر أن يملك الطاقة السلبية، يجب أن ينفصل، لأنه كلما بنى طاقة سلبية وهو يعيش على كوكب الأرض سوف يواجه، عندما يرحل من كوكب الأرض سوف يواجه العالم السلبي أو المحطة السلبية التي يعني بناها هو الإنسان، التي بناها هو الإنسان، نقصد الإنسان التي بناها هو عندما كان يعيش على كوكب الأرض. لاحظ المثال الثاني هنا، نحن هنا مرة أخرى، المثال الثاني، ماذا لو شخص زاني أو زانية، لكن دعونا يعني نقول أنه هذه الطاقة السلبية يعني يمارسها بكثرة، زاني أو زانية بكثرة بكثرة بكثرة، ولم يتوب أو لم يصحح مساره في التصرف. هنا هذا التردد تردد سلبي أقوى من المثال الأول، هذا التردد السلبي أي هاي الطاقة السلبية أقوى من يعني المثال رقم واحد، نقصد الشخص الذي فقد عزيزا عليه. هذا أين يذهب الزانية والزانية؟ لأنها طاقة سلبية، ولأننا نعيش في كون سلبي، فهو ينتقل إلى ترددات أثقل، وهو هنا هذه الترددات هي الدائرة رقم ناقص 2، لاحظ ناقص 2 هنا هذا السهم ناقص 2، يعني صرف حياته في الزنا، زاني أو زاني، صرف حياته في الزنا، ويعني طبعا أيضا خلال عيشه على كوكب الأرض فتتولد أيضا يعني طاقات سلبية أخرى، ممكن القلق، ممكن العصبية، ممكن كره النفس، لأنها تتجمع. فعندما ينتقل هنا إلى محطة أخرى بعد أن يرحل من كوكب الأرض، فينتقل إلى محطة ثقيلة ناقص 2، هنا سوف يرى نفسه في مدينة وهو يعيش على حدود هذه المدينة، يعيش على حدود هذه المدينة في منطقة شبه معزولة، في غرفة صغيرة، ويشعر بضغط شديد، يوبخ نفسه بشدة، لا يريد أن يتكلم مع أي إنسان، يشعر بحزن، يشعر بتعب، يشعر بثقل، لكنه الثقل شديد حقيقة، وهو معزول في غرفة
في منطقة تكون شبه معزولة في منطقة على حدود المدينة التي يعيش فيها، وهكذا يعني يريد أن يعيش بهذه العزلة، ويشعر بأن هناك خطأ في حياته ولا يريد أن يتكلم مع أحد، لكن التردد يكون ثقيل. طبعا نريد أن نقول أيضا عندما البشر يعني يرحلون إلى هذه المحطات السلبية، هناك الملائكة الإيجابيين، أنا هنا لاحظ الملائكة الإيجابيين، وهؤلاء الملائكة الإيجابيون يتنقلون بين هذه المحطات السلبية، يطببون الجراح. قلنا في فيديوهات سابقة أن هذه المحطات السلبية لا تبقى إلى الأبد، يعني الناس في هذه المحطات السلبية لا يبقون إلى الأبد. فهذه الملائكة تأتي على شكل جسم بشري، كثيرون جدا جدا جدا، متوزعين بين المحطات، ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ناقص ستة، ناقص سبعة، اعتمادا على نوع الطاقة السلبية، ويتوزعون على الناس، يلتقون معهم، يطببون جراحاتهم. فمثلا أحد الملائكة الإيجابيين، يأتي إلى هذا الزاني أو الزانية في المحطة ناقص واحد، يأتي إليه هنا، يأتي يزوره، يأتي إلى بيته أو غرفته يزوره، ويبتسم، نعم يبتسم له، يلاطفه، ويحاول أن يقول له يعني أن الذي تعيشه، يعني هو الآن يعيش في حياة ما بعد الأرض، أن الذي تعيشه بمعنى أنت معزول وتشعر بهذا التوتر والضغط الشديد هو غير حقيقي، يقول له هكذا، ويجب أن, 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 أن تصلح نفسك، ويجب أن ترجع وتبني نفسك من البداية. هكذا يعني هذه هي الطبابة. الطبابة بمعنى أن الملائكة الإيجابيين يعطون أمل جديد، محبة إلى الإنسان الذي جمع طاقات سلبية وهو كان يعيش على كوكب الأرض. ولكن بالرغم من هذا فمثلا في موضوع الزانية والزانية، الزاني والزانية لا يقتنع بما يقوله هذا الملاك الإيجابي، فيقول له دعني، أنا لا أريد أن أكلمك، لا أريد أن أتكلم مع أي أحد، وربما يصرخ بوجهه، يعني يصرخ بوجه الملاك الذي يريد أن يخلصه من هذا المعتقد. المعتقد، لاحظ ماذا قلنا؟ قلنا المعتقد، لأن هو يعتقد أنه هناك خطأ في حياته. يعني المشاعر عبارة عن اعتقادات، اكتبها على ورقة، المشاعر عبارة عن اعتقادات. فدائما نقول للذين يعيشون الطاقة السلبية، عندما إذا انتقلوا إلى محطات سلبية فيجب أن يرحبوا بالضيوف، يعني يرحبوا بالملائكة الإيجابيين الذين يريدون أن ينقلوا هؤلاء الناس من هذه المحطات السلبية. المحطات السلبية ليست محطات حقيقية، بمعنى ليست النهاية وليست للبشر، لكن جهل الإنسان بقوانين الكون هو الذي يؤدي به إلى أن يستقر في هذه المحطات السلبية. فالمحطة ناقص واحد في هذا المثال، الزانية والزانية، بناها الإنسان نفسه، يعني هو الإنسان يبني محطاته القادمة، الإنسان هو الذي يبني محطاته القادمة في الكون. الكون إخواني واسع ومعقد، وفيه كثير كثير من الأمور حقيقة، وقسم من هذه الأمور أو كثير من هذه الأمور خارج عن إدراكنا وخارج عن وعينا وعن فهمنا للكون. في المثال الآخر أيضا، أنا هنا نرى على كوكب الأرض صاحب محل متشائم جدا، هنا لاحظ هذا المثال الثالث أو الشخص الثالث، فهذا صاحب المحل المتشائم جدا، وهو كان يعيش على كوكب الأرض، كان يشكي باستمرار من صعوبة الحياة والغلاء على سبيل المثال، وصعوبة البيع، ويشكي من عائلته ويشكي من أصحابه، ويقول هذا خانني وهذا غير جيد وهذا سيء وهذه الدولة غير جيدة، و و و و و ولديه مشاكل نفسية، يعني متشائم جدا من الحياة في البعد الثالث.
والذي يتكلم معه عندما كان يعيش في البعد الثالث أي كلام إيجابي لا يؤمن به. هذا أيضا عندما ينتقل إلى البعد ما بعد بعد الأرض، أي إلى حياة ما بعد حياة الأرض، فسوف يرى نفسه أيضا في محل وفي منطقة قرية تكون شبه معزولة، ويشعر أيضا بالحزن ويشعر بالتشاؤم هكذا. يعني ممكن هذه المحطة يعني في هذا المثال تكون مشابهة إلى الأرض، أيضا فيها ناس وفيها يعني حياة. هذا الذي نريد أن نقوله، وهو يعيش الترددات، الخوف أو التعب أو التشاؤم، وفي نفس الوقت نراه لا أحد يشتري منه مثلا، يعني هكذا ساكن جالس في محله ويرى الناس وهو يشعر بالتشاؤم، يشعر بالتعب، يشعر بالضجر. أيضا نفس الشيء، يأتوه الملائكة الإيجابيين على شكل أشخاص بشر، وأيضا يلاطفوه، يضحكون معه، ويريدون أن يعني ينقلوه من هذه المحطات السلبية ولا يتركوه. يعني بالمناسبة لا يتركوه الإنسان، نريد أن نقول مرة أخرى، لا يبقى في هذه المحطات. فلو تلاحظون من هذه الأمثلة كم يعني صعوبة الطاقة السلبية عندما تتجمع في كوكب الأرض بالنسبة للأشخاص. الطاقة السلبية طاقة يعني غير مفيدة للجنس البشري، الكره، الحقد، الشعور بتأنيب الضمير لأخطاء ربما ارتكبها إنسان في الماضي، الخوف من المستقبل، الحقد، التنافس، كل هذه المشاعر السلبية هي تبني محطات سلبية عندما يرحل الإنسان إلى كواكب أخرى بعدما أن يعني عاش وجمع هذه الطاقات السلبية وهو كان يعيش على كوكب الأرض. هنا الآن ننزل إلى 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 ترددات أثقل. وفي هذا المثال الآخر أمامكم صاحب شركة يجمع مليونات الدولارات بالغش والكذب، هذه في الأرض وموجود يعني كثير من الأمثلة على كوكب الأرض، يعتقدون أنه إذا جمع مال بالغش والكذب هو فاهم وهو ذكي، يريد أن يحصل بسرعة فيخدع هذا وينافق ضد هذا. وهناك ناس أيضا يخدعون شعوب، يعني ليس فرد، يخدعون شعوب، وتجارة غير نزيهة، وسرقات وتزوير في عقود موجودين. يعني فهذا صاحب الشركة عندما يجمع هذه المليونات الدولارات بالغش والكذب، بمعنى هو يؤذي مجتمعات، يؤذي ناس آخرين، عندما يرحل من كوكب الأرض إلى كوكب آخر فهذا يعيش في محطة ثقيلة، نعم أثقل تكون من ناقص واحد وناقص اثنين، هنا يعيش في ناقص ثلاثة، لاحظ. فربما هنا في هذا ناقص ثلاثة نراه لديه شركة، هو الآن بعد يعني في حياة ما بعد الأرض نتكلم، لديه شركة ويدخلون فجأة عليه ويسرقون كل الذي جناه، أو عفوا كل الذي موجود في الشركة يسرقوه، ويشعر بالحزن ويشعر بالعصبية، لماذا سرقوني، لماذا. أو هو جالس مثلا في شركته، هذا نتكلم ما بعد يعني البعد الثالث الحياة الجديدة، وهو جالس في شركته يرى مثلا دعونا نقول أفعى صغيرة تمشي في الشركة، يفزع نعم يخاف. فهذه الأفعى مثلا، هذه الأفعى الصغيرة التي تمشي في شركته، أو هؤلاء الناس الذين أتوا وسرقوا كل يعني أشياء شركته أو المواد التي يبيعها، هذا عبارة عن الناس الذين أذاهم. يعني تتحول كل التصرفات التي عملها صاحب هذه الشركة ضد الناس إلى أشياء ومواقف غير مريحة عندما ينتقل إلى المحطة القادمة.
فناقص ثلاثة تكون ثقيلة، يواجه أشياء كأن تكون يعني حيوانات غير 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 جميلة، يواجه ناس أيضا بأشكال هو يرتعب منهم، تكون ثقيلة ناقص ثلاثة. فلو تلاحظون الحياة ناقص واحد وناقص اثنين تختلف عن ناقص ثلاثة، يعني ناقص واحد خفيفة، ناقص اثنين أيضا نوعا ما خفيفة، لكن ناقص ثلاثة خاصة عندما تتعلق بأذية الناس أذية كبيرة، يعني بالحروب، تجارة السلاح، خداع مثلا آلاف الناس، هذه طاقة ثقيلة، فيتحول أيضا إلى ناقص ثلاثة. وأيضا تأتي إليه الملائكة بالرغم من هذا، يدخلوه في مدرسة يعني يفهم منها أن الذي عمله كان خاطئا. طبعا هذه الملائكة ملائكة محبة، وبالمناسبة نريد أن نقول أن الإله إله محبة، وهذه الدروس يعني التي تروها أمامكم من هؤلاء الناس تعبر على أن الكون هو مدرسة، والإنسان يجب أن يتعلم أن يعمل الخير، يعني هو هذا الهدف في الأكوان، أن الإنسان يجب أن يتعلم أن يعمل الخير والمحبة وأن ينشر السلامة، يعني هذا هو الشيء المهم في ذات الله، في مركز الله. وبالرغم من هذه الأعمال السلبية، فهذه الملائكة أيضا لا تبقي هؤلاء الناس في هذه المحطات السلبية. هناك أثقل ناقص أربعة، أنا هنا القصة الأخرى ناقص أربعة، أشخاص شاركوا بحروب وقتلوا ناس أبرياء. لاحظ، أشخاص شاركوا بحروب وقتلوا ناس أبرياء، فهنا ينتقل إلى محطة أثقل ناقص أربعة، أثقل من ناقص ثلاثة وأثقل من ناقص واحد وناقص اثنين. فهنا يرى نفسه هو، أي بعد أن يرحل من بعد الأرض ويدخل في حياة جديدة، حياة ما بعد البعد الأرضي، فيرى نفسه في مدينة وكلها حروب وكلها قتل، وهو جالس مثلا في بيته، فيرى مثلا طلقات نارية تدخل هنا وتدخل في يعني مثلا في أحد أعضاء جسمه يموت، ثم يرجع مرة أخرى يعيش أو ينجرح، يصاب بجروحات ثقيلة جدا، يضطر أن يخرج من بيته ويذهب يرى بيت فارغ مثلا، ويقول أها سوف أختبئ في ذلك البيت الفارغ، يدخل في ذلك البيت الفارغ، فنرى بعد فترة أيضا طلقات ومن هنا وهناك، وأيضا تدخل هذه الطلقات أو تخترق هذه الطلقات الزجاج ويتكسر كل شيء، ثم يحاول أن يحمي أو يخبئ نفسه، يعني هذه الأمور تحدث طبعا، فيعيش في مدينة كلها حروب، ويعيش في مدينة يرى قتل ويرى ناس موتى هنا وهناك، فهذه الأشياء التي تحدث هو بسبب أنه ارتكب يعني هذا القتل، يعني خاصة في حروب وقتل ناس أبرياء ناقص أربعة هذا. فهذه هي الحياة، يعني حياة المحطات السلبية، وهذه هي الطاقة السلبية، يعني وضحنا من ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة. طبعا حياة على بعد الأرض، هناك أيضا مسألة الاستغفار، ومسألة أنه الإنسان يعرف أنه ارتكب خطأ فيجب أن يصحح، فهذا مثلا الذي يستغفر فيها أيضا فيها يعني آراء أخرى، ماذا سوف يحدث لو الإنسان عرف أنه أخطأ وعدل أو صحح مساره وتحول من الإنسان السلبي إلى الإنسان الإيجابي، فأيضا لا يذهب إلى هذه المحطات، لكن هناك محطات أخرى. ونريد أن نقول أيضا الملائكة الإيجابيين دورهم هنا هو الطبابة النفسية، التشجيع، مشورات يعطون للبشر، بالمناسبة مشورات يعطون للبشر، تعليم البشر أكثر بحقيقة الكون، يحبون البشر أكثر وهم يعيشون في هذه المحطات، إلى أن البشر يكون مستعد أن يعني أن يفهم أن هذا الأمر الذي عمله والذي يعني عمله عندما كان يعيش على كوكب الأرض هو غير صحيح، فيعلمهم المحبة، يعلمهم الحكمة، يعلمهم فهم الكون أكثر،
ولا يقون طبعا في هذه المحطات السلبية. المحطات السلبية لم يكونها الله، هذا شيء جدا جدا مهم. عقل الله هو عقل المحبة، عقل يريد السلامة، يريد المحبة، يريد السعادة لكل البشر. وهذا هو الدرس المهم، أن الكون إخواني هو كون محبة، هو هذا الدرس المهم. وأن الإنسان في حياته على كوكب الأرض مهمته ومسؤوليته أن يحب أخاه بغض النظر لو كان يهودي، مسيحي، مسلم، علماني، أن يساعد أخاه وأن يبتسم إلى الحياة وأن يشعر بمحبة الله إلى الإنسان. وهذه الظروف السلبية ظروف طبعا غير حقيقية، الإنسان يعملها بسبب جهله لقوانين الكون. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، أصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في الفيديوهات والبرامج القادمة.